السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. في هذا الفيديو راح نقوم بعملية فك مجموعة الزناد والمطرقة للسلاح الكلاشينكوف AK-47. طبعا المجموعة الداخلية قد تختلف من طراز إلى طراز. على سبيل المثال في عندنا هنا لازم نقوم بتحرير المطرقة إلى الأمام. كيف الطريقة؟ نقوم بضغط المطرقة ومن ثم نقوم بعملية ضغط الزناد، فنلاحظ أن المطرقة ما انحلت عندنا. السبب في عندنا قطعة داخلية هنا تسمى السير. السير هذه وظيفتها في نظام الأوتوماتيك، فلذلك لازم ندفها قدام. راح أوريكم إياها، شايفينها وين؟ هذه القطعة هذه الداخلية تقوم بعملية مسك المطرقة كمسك إضافي غير مجموعة الزناد في الداخل. فلذلك راح نقوم بعملية تحرير المطرقة، بعدها راح ندف السير للأمام مع مسك المطرقة، راح تنفك عندنا مباشرة، تحرر المطرقة اللي واضحة عندكم. الحين صارت المطرقة جاهزة. الخطوة اللي بعدها شايفين التحديد اللي هو سواء رمي طلقة أو أوتوماتيك، راح نرفعه للعكس بالطريقة هذه، راح ندفه في الجهة هذه عندي باتجاه الطريقة دي. تعبنا شوي، ندفه بالشكل هذا، نسحبه بالشكل هذا، بعدها راح نسحبه للخارج، راح ينفك عندنا هذا. الخطوة اللي بعدها نقوم بسحب اللي هو السبرينج اللي راكب على المطرقة. إذا كان عندك نفس السكروب هذا يكون أفضل. لنقوم بسحب الجزء هذا، راح نخليه في الجهة دي، نسحب الثاني، بالطريقة هذه راح اللي بجنب. ولازم تبهون منه السبرينج هذا لانه يضرب يدك شوية راح يأثر. طريقة دي خليها على المطرقة بالشكل هذا. فإذا كان عندك مثلا نفس المغاط هذا تحطه عليه كذا بالشكل هذا عشان يكون ماسك عليه بالشكل المطلوب، عشان ما ينفك عليك فجأة. خلاص الحين حطينا اللي هو السبرينج المطرقة ورا المطرق. الحين في عندنا ثلاثة مسامير، 1 2 3، اللي مهتمين فيها الأول والثاني. الحين خلاص عندنا اللي هو يسمونه الفاصل والواصل، خلك ضغط عليه وتدف المسمار هذا للخارج. لكن في حاجة لازم تأكد منها، في عندنا السبرينج داخلي يمسك المسمار هذا، لازم نرفعه لفوق بالطريقة دي. راح نرفع السبرينج هذا، ما أدري تشوفونه ولا لا، أوضح لكم. شايفينه في الداخل الجهة الداخلية هناك، هذا السبرينج يقوم بعملية مسك المسمار الداخلي. نقوم بسحبه فوق شوي، بعدها ندف المسمار من اليمين لليسار. خلاص الحين طلع عندنا، حط يدك على الديسكونكتر وتدف المسمار للخارج بالطريقة دي، راح يطلع عندنا المسمار الأول. بعدها هذا اللي يسمونه الديسكونكتر، بعدها راح يطلع عندنا اللي هو مجموعة الزناد نراكب بالطريقة هذه. شايفين كيف يكون راكب بالطريقة هذه؟
بعدها الحين عندنا المطرقة نفس الطريقة، راح ندف المسمار هذا تحت مع دف المسمار، ندفه لتحت الطريقة دي، ندف المسمار هذا للخارج. راح يطلع عندنا هذا المسمار الثاني المطرقة. بعدها مجموعة المطرقة تلفها في اليمين كذا، طلعها مباشرة، هذه مجموعة المطرقة. الحين أصبح عندك الجهة هذه كلها جاهزة للتنظيف، على ذلك زي ما انتم شايفين. طبعا تسألون ايش القطعة الثانية الباقي، هذه اللي هو السير المسؤول عن نظام الاوتوماتيك في سلاح الكلاشينكوف، يعني ما يحتاج انك تفك اذا كان عندك فيه خراب من ناحية السبرينج، مع السبرينج، بس ما عندك اي مشكلة.